روى العلامة ياقوت بن عبد الله الحموي رحمه الله في كتابه إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب عن عزيز الدين إسماعيل المروزي رحمه الله قال: لما ورد الفخر الرازي إلى مرو وكان من جلالة القدر وعظم الذكر وضخامة الهيبة بحيث لا يراجع في كلامه ولا يتنفس أحد بين يديه لإعظامه على ما هو مشهور متعارف، دخلت إليه وترددت للقراءة عليه، فقال لي: يوما أحب أن تصنف لي كتابا لطيفا في أنساب الطالبيين لأنظر فيه، فلا أحب أن أموت جاهلا به. فقلت له: أتريده مشجرا أم منثورا؟ فقال: المشجر لا ينضبط بالحفظ، وأنا أريد شيئا أحفظه. فقلت له: السمع والطاعة. ومضيت وصنفت له الكتاب الذي سميته بالفخر وحملته وجئته به، فلما وقف عليه نزل عن مكانه وجلس على الحصير وقال: لاجلس في مكاني. فأعظمت ذلك وهبته، فانتهرني نهرة عظيمة وعلى صوته علي قائلا: اجلس حيث أقول لك. فتداخلني من هيبته ما لم أتمالك إلا أن جلست حيث أمرني، ثم أخذ يقرأ علي ذلك الكتاب وهو جالس بين يدي ويستفهمني عما يستغلق عليه إلى أن أنهى قراءته. فلما فرغ قال: اجلس الآن حيث شئت، فإن هذا علم أنت أستاذي فيه وأنا أستفيد منك وأتتلمذ عليك، وليس من الأدب أن يجلس التلميذ إلا بين يدي الأستاذ. فقمت من مقامي وجلس هو في منصبه، ثم أخذت أقرأ عليه وأنا جالس بحيث كان أولا، وهذا لعمري من حسن الأدب ولا سيما من مثل ذلك الرجل العظيم المرتبة. ومن هذه القصة نأخذ عبرة، وهي أن من تواضع لله رفعه، ومن استصغر نفسه أمام العلم حصل وانتفع، ومن تعاظمت نفسه أمام العلم فرط وضيع. فالعلم عزيز يعز به الله من ذل له، ويذل به الله من تكبر عليه، وكلما ازداد العبد علما ازداد حرصا وتواضعا لأهله، وذلك لعلمه بعظم ما يحملوه وعظم ما بذلوه في هذا الطريق. وفي ذلك يقول الشاعر: إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى.